عظيم. إنا لله. وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يا بني وخذ الغمرات وخذ الغمرات إلى الحق وجاهد في الله حق جهاده. ولا تأخذك في الله لومة لائم قارن أهل الخير تكون منهم وباين أهل الشر تبين عنهم. واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وأنه لا غنى لك فيه عن حسن الارتياد. وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك. وجاهد في الله حق جهاده وخذ الغمرات إلى الحق. ولا تأخذك في الله لومة لائم. ذكرنا في الليالي السابقة عن الجهاد، وأن الجهاد ثلاثة أقسام: جهاد بالمال، وجهاد باللسان، وجهاد بالنفس. هذا هو المعنى الجهاد في معناه الضيق. أما الجهاد بالمعنى العام فالإسلام كله جهاد. الإسلام كله جهاد، من عقائده إلى عباداته إلى أخلاقياته إلى نظمه وقوانينه. ليش؟ لأن الإسلام هو في الحقيقة تحديد للشهوات، تحديد للعواطف، وكل تحديد للنفس، كل تحديد للشهوات هو جهاد. بل الجهاد الأكبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فرغتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: الجهاد ضد شهواتكم وضد أنفسكم الأمارة. صحيح ضد الإسلام، وهو اللادينية الإباحية
اللاقيدية، هذا هو السهل، هذا ما يحتاج إلى جهاد، لأن النفس تدعوك إليه. النفس بطبعها تندفع نحو اللذات، نحو اللعب، نحو الفسق، نحو الفجور، نحو الاستهتار، نحو عدم التقيد. النفس بطبعها ترقب إلى هالأشياء هذه، فما تحتاج إلى تعب أو إلى إيقاف أو إلى مسك أو إلى ردع، ما تحتاج إلى هذا كله، ما تحتاج سوى أنه تطلق العنان، وإذا تشوف نفسك تمشي بدون قيد، بدون تعب، بدون مشقة، الشهوات بالنسبة إلى النفس من قبيل الماء المنحدر من الأعلى. الماء لما ينحدر إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل، هم يحتاج إلى مضخة، هم يحتاج إلى قوة دافعة، ما يحتاج إلى شيء. لكن إذا أردت أن توجه الماء من الأسفل إلى الأعلى، هذا يحتاج إلى صعوبة، هذا يحتاج إلى مشقة وإلى أدوات. ولذا الله جل وعلا دائما في القرآن يوجه الأنظار إلى أناس جاهدوا أنفسهم حتى يصيرون قدوة لنا، وإلا بالنسبة إلى الشهوات ما نحتاج إلى قدوة. أنت الإنسان ما يحتاج واحد يقول لك مثلا روح ازني أو روح افسق أو روح افجر أو روح العب أو اترك الصلاة اترك الصيام، لا تتقيد بحقوق الناس، لا تتقيد بالنظام، ما يحتاج أن واحد يقول لك، ولا واحد يشوقك، لأن المشوق الرئيسي موجود فيك وهي النفس وشهواتها. لكن في عكس هذه القضايا تحتاج إلى قوة وإلى طاقة وإلى دعم من الخارج. الدعم من الخارج شنو؟ هو القدوة الصالحة التي الله جل وعلا يوجه نظرك إليها. مثلا ذكر الأنبياء في القرآن، ذكر الصالحين في القرآن، ذكر مثل لقمان وأمثال لقمان. مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبه دائما يوجه الأنظار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأنبياء وإلى الرسل. هذا كل شنو؟ حتى لا تفكر في وقت من الأوقات أنه ما يمكن واحد يقف في وجه شهواته ويقول هذا شيء مستحيل وما يمكن، والإنسان خلق لهالشهوات هذه، وهذه لابد أن أعطيها المجال. لا تفكر هالشكل، حتى تعرف أنه يمكن للإنسان أن يوقف هذه الشهوات عن تيارها الجارف، وأن يحددها، وأن يجعلها تسير في إطار من المصلحة، من الحق، من الخير، لا أنه يطلق. أكو ناس اللي وقفوا وحددوا شهواتهم، ومثلك بشر، كانوا من الأنبياء والأئمة، كلهم بشر، لكن فرقهم عن غيرهم أنهم تعبوا وكافحوا ونابلوا حتى سيطروا على هذه الشهوات، يعني على طغيانها وعلى تفجرها وعلى تطرفها، فقدروا يستعملوها في حدود مشروعة. وإلا بالنسبة للشهوات ما تحتاج إلى شيء، بس يقولوا لك روح سوي ما تشاء، تركض وتصل وتسوي كل شيء. فالنفس بطبعها داعية للشهوات، داعية للشر، داعية للسوء، فإيقافها يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى تعب كفاح. واليوم بصورة خاصة صار الإسلام أشد تعبا وأكثر عناء. ليش؟ لأنه إذا هي النفس بطبعها تركض إلى الشر بدون مرغب بدون مشوق، فكيف إذا حصل لها فد واحد يدق لها الطبن؟ كيف إذا حصل لها مشوقات إلى الفسق والفجور؟ كيف إذا حصل دواعي يدعون هذه النفس الأمارة بالسوء إلى السوء؟ فيكون الخطر أشد، ويكون الموقف أكثر حراجة، وإيقاف النفس أكثر صعوبة.
ولذا مرار قايل وأكرر دائما أقول أنتوا أيها الشباب في هذا اليوم والله إذا استقمتوا وإذا التزمتوا وإذا تمسكتوا بأحداب الدين وبأوامر الدين وصرتوا وقرين مستقيمين متزنين إلكم تمام الفخر وإلكم تمام الشرف وأنتم الأبطال في الحقيقة، أنتم الشجعان، هاي البطولة الحقيقية منكم أنتم شباب هذا اليوم مع هالمغريات القوية العنيفة الموجودة، لأن وين ما تتجهون شوف دواء الفسق والفجور منتشرة أمامكم، منين ما تتجهون تشوفون دعاة حي على الفساد، حي على الفسق، حي على اللعب، حي على الأغاني، حي على الرقص، حي على الاستهتار. هالنداءات دائما موجودة تطرق أسماعكم. صور إذا النفس بطبعها تركض، فكيف إذا صح لها واحد يدفعها؟ كيف إذا صح لها واحد يجرها بعد أكثر فأكثر؟ إيقافه هواية صعب. فأنتم في الحقيقة تستاهلون كل وسام للشرف وكل أوسمة البطولة وكل كؤوس البطولة، أنتم الشباب المؤمن تستاهلون. وإذا ما أكو واحد يشجعكم، إذا ما أكو واحد يقدر لكم هالاستقامة وهالإيمان وهالصلاح، لا تأيشون، لا تقولون أنه ضاعت أتعابنا، لا، إن الله يشكركم، إن الله يشجعكم، إن الله معكم، الله يدعمكم، الله ينصركم. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحقيقة اليوم مع هالأسباب هذه، لأن الفسق والفجور والفساد والشر ميسر لكم في كل مكان وبكل الوسائل. شوف الأجهزة الإعلامية كلها تنشر الفسق والفجور وتشجع على الفسق والفجور والرذيلة. شوف المجلات كذلك، الصحف كذلك، الإذاعات، المظاهر الخارجية في المدرسة، في الشارع، في الدائرة، في السوق، وين ما ترحون شوفون دواء الشر بكثرة ودواء الخير معدومة تقريبا. وسوف شوف ما اكو شيء ما الى رد فعل، لابد ان يحدث رد فعل وانعكاس لاستقامتكم ولصمودكم ولثباتكم، لابد يأثر. ها، وهالأثر هذا الآن أصبح بارز، يعني العالم كله الآن توجه إلى أن هناك حركة إسلامية. العالم كله ترى متوجه لكم، ها، كل الأجهزة وكل الصحف في العالم اليوم ما تخلو عن الحديث حول الإسلام والمسلمين وحركات المسلمين ودعوة المسلمين وأهداف الإسلام وما يتعلق بالإسلام. ما أكو صحيفة في الدنيا ولا إذاعة ولا جهاز إعلام إلا ويتطرق إلى هذه الظاهرة، وهي ظاهرة قيام الإسلام من جديد. والإسلام بمن يقوم؟
والعالم ممن خايف؟ ما خايف من الشيبة في المساجد، ما خايف من العجائز، ما خايف من دولة، إنما خايف منكم أنتم الشباب، لأن يعرف أن الإسلام والشباب إذا اجتمعا ماكو قوة تقف في وجهها، شباب وإسلام، وإلا إسلام عند الشايب طاقة ناقصة، طاقة منقوصة، يعني الشايب ما يقدر يسوي شيء، ما عنده حماس، الجذوة خامدة، الطاقات الفطرية ضئيلة، لكن الإسلام هاي الطاقة المعنوية هذه إذا انضمت إلى طاقتك أيها الشاب، هذه الطاقة المتفتحة، هذه الطاقة المتفجرة، هذه اللي تقتلع العروش وتطيح بالتيجان وتنسف السدود وتكتسح العالم، وإذا يخافون منكم. وكلما كثر الخوف منكم، لازم تعرفون ها، كلما كثر خوفكم يعني الخوف منكم، وكلما ازدادت هيبتكم في صدور أعدائكم، كلما قويتم، كلما ازدادت قوتكم، وكلما ازداد عدوكم ضعفا، لأن الخوف دليل العجز. لا تتصور أكو قوة تقف في وجه الشباب المسلم. فيستعملون كل الوسائل لأجل أن ينزعوا الشباب عن الإسلام، واستعملوا من زمان، مو هاليوم، من زمان، لكن اليوم كثرت الوسائل وانتشرت أكثر. كل هالدعوات الغريبة في العالم، القومية والوطنية والحزبية والعنصرية، كل هالدعوات هذه مؤامرات أجنبية بثت بين الشباب المسلم ليفصلوا بين الإسلام والشباب. خلي يصير كل ما يصير، ما يخافون منك، صير شيوعي ما يخافون منك، صير ملحد ما يخافون منك، صير في أي حزب ما يخافون منك، صير يهودي ما يخافون منك، صير نصراني، صير بانيان، صير كل شيء، لكن تخوف إذا صرت مسلم أيها الشاب. هذا اللي يخوف، وإذا يبتون كل شيء، حي الله كل شيء يصير، بس ابعد عن الإسلام. مثل ما عقد مؤتمر للمبشرين، التبشير الصليبي في أعقاب الحرب العالمية الأولى، كل المبشرين في أنحاء البلاد الإسلامية والتجسس والجواسيس كلهم اجتمعوا وعملوا مؤتمر بقيادة رئيس لهم، وهي يذكرها في مذكراته. فكل مبشر قدم نتائج جهوده في ذلك القطر الذي يعمل فيه، فكانت النتيجة بسيطة، يعني شافوا ما قدروا يصيدون كثير من الشباب المسلم اللي يدخل
في الديانة المسيحية، فأظهروا عدم الرضا من أعمالهم. قالوا صار لنا مدة نشتغل ونتعب ونبذل فلوس ودعايات وكذا، وتاليها ما حصلنا بعض الأفراد القليلين. فالتفت رئيسهم قال لهم لا أنتم غلطانين، مو غرضنا احنا ان نطلع الشباب المسلم وندخله بالمسيحية، انما همنا ان نلقي الشك في اذهان الشباب المسلم وان نبعده عن الاسلام فقط، سواء دخل بالمسيحية او ما دخل، بس هالمقدار يبعد عن الاسلام. هذا غرضنا. اذا بعد عن الاسلام نقدر نستخدمه، كل شيء يصير خلي يصير، لكن ما دام مسلم، ما دام يعمل بقرآنه، ما دام يؤمن بقول الله تعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما دام يؤمن بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ما دام المسلم يؤمن بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، وهكذا ما دام المسلم يؤمن بقوله تعالى جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ما دام المسلم لا يعبد إلا الله، لا يعبد الأشخاص، لا يعبد الزعماء، لا يعبد القادة، ما نقدر عليهم. ومثل ما قال رئيس وزراء بريطانيا في مجلس العموم، قال ما دام هذا القرآن بأيدي المسلمين فليس لنا في بلادهم محط قدم، ما نقدر نستعمرهم، ما نقدر ننهب ونسلب ثرواتهم ما دام القرآن بأيديهم. شو معنى القرآن بأيديهم؟ يعني ما دام يقرون القرآن بالإذاعة، يوم ما دام اكو قرآن بالبيوت، لا، يعني ما دام القرآن يحكمهم، ما دام القرآن يؤثر في سلوكهم، ما نقدر عليهم. وطبعا اذا نزعوا منك العقيدة الإسلامية يدرون وهم عارفين، يدرون لابد لك من عقيدة، لأن فراغ ما يصير فراغ. لما يجون يشككوك في عقيدة الإسلام وفي الإيمان بالله ما تضل فارغ، فتحتاج إلى فد عقيدة فتشيل يعبون براسك. جابوا لك العقائد المادية المزيفة المحرفة فشحنوا بها أدمغة الشباب، هاي الأفكار المادية الإلحادية، هالأفكار الحزبية الفارغة، ثم ضاقوها، ضاقوا الأمرين ممن؟ من رجال الدين، من علماء الدين، شافوا أن الجمهور المسلم منقاد للعلماء، شافوا أن الجماهير الإسلامية تثور بنداء العلماء وتندفع للتضحية بفتاوى العلماء، فشافوا لولا بحركة المسلمين هم العلماء، فشو يسوون؟
فاجوا وبذلوا جهودا ووجهوا عناياتهم لعزل العلماء عن الشباب. شنو مرجعية؟ شنو علماء دين؟ فسووا، فاجوا يلقون الشبه في اذهان الشباب حول العلماء ويكيلون التهم للعلماء ان ذول ناس جواسيس، ذول ناس مفسدين، ذول ناس رجعيين، ذول ناس سخفاء، ذول يردون يردوكم الى القرون الوسطى، ذول دجالين، ذول كذابين. هاي الدعايات ضد العلماء منين اجت؟ هذه بذلوا عليها فلوس، وآلاف الأشخاص عملوا وبمختلف الوسائل حتى خلوا بعض الشباب المسلم يسيء الظن برجال الدين. فالغرض أيها الشباب، هذا وقتكم، هذا أوانكم، هذه الفرصة، هذا وقت قيامة الإسلام من رقاده، هذا وقت وعي الأمة الإسلامية من ثباتها، هذا وقت التحدي، هذا وقت المجابهة، هذا وقت قد أعلن الكفر الحرب المكشوفة ضد الإسلام. ولا تتصورون أنه إذا غلب أو اندحر الإسلام والعياذ بالله، أنت اللي واقف على جنب، اللي واقف على كتر تتفرج، ما تسلم ترها، ما تسلم. إذا ما تموت عزيز تموت حقير ذليل. فالإسلام كله جهاد من ألفه إلى يائه. شنو اللي تقدر تحصله من الإسلام بدون أن تتعب شوية؟ العقائد. لون تقدر تؤمن بالله بنظرة واحدة، بكلمة واحدة؟ لا، لازم تتعب فكرك، لازم تفكر، لازم تستخدم القواعد العقلية والقواعد العلمية وتدرسها وتفهمها بعد التي واللتية إلى أن تؤمن بلا إله إلا الله وأن الله موجود. وإلا بهالسهولة تنظر يا بوين الله؟ هذا بالسماء، بالأرض، بالشرق، بالغرب، أشو صعدوا للقمر ما لقوا الله، صعدوا للمريخ ما شافوا شيء اسمه الله، نزلوا إلى تخوم الأرض ما شافوا شيء الله، في أعماق البحار ما لقوا الله، وين هذا الله؟ فإذا ماكو الله. هذا سهل. أما أن تعرف شنو معنى الله وأنه موجود في كل مكان، هذا يحتاج إلى تعب شوية. وكذلك بالنسبة إلى باقي العقائد، نبوة، نبي، شنو نبي؟ وين نبي؟ وين الوحي؟ شنو معنى وحي؟ وشلون نزل الوحي؟ هذا كله مو بسهولة فهمه، لأن ما شوف شيء يصعد وينزل اسمه جبرائيل، وما شفت محمد صلى الله عليه وآله بعينك، ولا شفت منه معاجز، فمو بهالسهولة تؤمن بأشهد أن محمدا رسول الله. لازم تفكر، تتعب فكرك شوية، لأن الجهاد مأخوذ من الجهد، يعني التعب. لازم تفكر وتتأمل بالقرآن وبأحوال محمد صلى الله عليه وآله، وشنو كان محمد، وشلون جاب هالقرآن هذا، وهل يعقل لرجل أمي
كمحمد صلى الله عليه وآله، ولد ونشأ وعاش في بيئة أمية جاهلة لا تعرف لا تكتب لا تقرأ، وإذا يخرج على العالم بكتاب فيه علوم ومعارف وأنظمة وقوانين وأخلاق يعجز البشر عن الإتيان بمثلها. فلازم تتعب شوية حتى تؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله رسول رب العالمين. وكذلك بالنسبة إلى الإمامة، شلون علي بن أبي طالب هو الخليفة؟ شو أنا أول ما فكيت عيني بعد وفاة محمد شفت أبو بكر على منبر رسول الله، راح أبو بكر جاء طبيت في المسجد وإذا عمر متربع بمكان النبي، وبعد عمر وبعد عثمان. أما أنه ذول كلهم باطل وعلي بن أبي طالب هو الحق، وإن كان قاعد ببيته، وبعد علي الحسن هو الخليفة الشرعي، وإن كان معزول عن السلطة التنفيذية، وبعد الحسن الحسين هو الإمام، وإن كان مذبوح بأرض كربلاء. هذا ما تقدر تفهمه إلا بعد جهد وجهاد وتفكير وتأمل واطلاع. وهكذا بالنسبة إلى المعاد، معاد قيامة هاي بكلمتين تقدر تؤمن بها، أنه الإنسان بعد ما مات ذول اللي يموتون كلهم ترى يحتيون مرة ثانية، يقومون يوقفون بأجسامهم بأبدانهم، يجوبوهم زمرا وجماعات ويوقفوهم ويحاكموهم، المحسن ينطوه ثواب وآجر، المسيء يعاقبوه. هاي بحكايتين وصدقت؟ لا، يعني قلك وين بض وين هذا طلع من قبره، وين هذا اللي احتيه، وشلون يحتيه، من يحيي العظام وهي رمي. وقالوا أئذا متنا وكنا رفاة وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو شيئا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، الأجيال كلها ترجع. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم أنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. هذا الحكي ما تقدر تصدقه بسهولة، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى تفهم. ثم تفاصيل القيامة، اهدنا الصراط المستقيم، العبور على الصراط، شنو الصراط هذا؟ يوما نضع موازين القسط، ميزان، شنو هالميزان هذا؟ هذه كلها تحتاج إلى حلقات دراسية، هذه كلها تحتاج إلى اجتماعات، هذه كلها تحتاج إلى محاضرات، أن تحضروا وتستمعوا وتسألوا تتحققوا هالشبهات اللي في أذهانكم، هذه اسألوا عنها، شيء اللي ما فهمتوه لازم تفهموه، لازم تبحثوا عنه.
يصير للعبادات جهاد واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها يعني الصلاة لكبيرة يعني شاقة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. خاشعين اللي حصلوا الإيمان والمعرفة وتأكدوا من القضية وعرفوا أهمية الصلاة وأثر الصلاة وقيمة الصلاة، يلا تخف عليهم. إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وإلا لأول وهلة الصلاة شاقة لأنها قيد، تعال أقعد الصبح وصلي، تعال صار الظهر توضى وصلي، تعال صار العصر صلي، وإذا مجنب اغتسل وطهر ثيابك. فالإسلام كله جهاد أيها الإخوان، والمسلم مجاهد على طول الخط. لكن كلمة جهاد صارت تستعمل بصورة خاصة فيها الأمور الثلاثة: الجهاد بالمال يعني بذل المال في سبيل الآخرين، في سبيل المصلحة العامة. سبيل الله شنو سبيل الله؟ سبيل الله يعني خير الناس. ولا الله محتاج إلى مال؟ معنى سبيل الله يعني سبيل الخير، كل سبيل الخير، كل سبيل المصلحة هو سبيل الله. معنى السبيل طريق، يعني السبيل باللغة العربية طريق. فأن تصرف مالك في طريق الله يعني في طريق الخير العام، الخير الاجتماعي. كلما كانت المصلحة أعم يكون بذل المال في سبيلها أكثر أهمية وأكثر أجر وأكثر ثواب. فبذل المال جهاد، لأن النفس حريصة، لأن النفس تأمر بالبخل، النفس تأمر بالشح، شح مطاع، ثلاث مهلكات يقول رسول الله: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فالشح المطاع مهلك، كثير من الناس يستهونون كل شيء بس لا تطالبهم بفلوس، كل شيء يسوي لكن لما توصل القضية للفلوس يتراجع، يقف، شوف يصلي ويصوم ويحج ويزور وأعمال وغير، لكن قل له تعال هذه مؤسسة خيرية، تعال هذه مدرسة، تعال هذا صندوق خيري اجتماعي. اليوم عندنا في وسطنا شباب محتاج، شباب مؤمن لكن ظروفه غير مواتية، ظروفه حرجة، ظروفه صعبة. هذا إذا إحنا المؤمنين من ساعده، من يساعده؟ تعال خل نعمل صندوق خيري، مؤسسة مالية خيرية نتعاون بيها. هذا مريض وما عنده دواء، ذاك مثلا يحتاج إلى سفر لطلب العلم وما عنده مصرف، أو هذا يسافر وعائلته مثلا ما عندهم مصرف، ذاك كذا، ذاك ما عنده مسكن، ذاك هالأمور هذه. تقدر بس تعالوا خنصير مسلمين بالبلاش باللزقين؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمال هو المحبوب الأعظم في نفس الإنسان.
ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. بذل المال، المال عصب الحياة، لا يمكن إصلاح بدون مال، مثل ما ذكرت لك في الليالي السابقة. والنوع الثاني من الجهاد، الجهاد باللسان. الجهاد باللسان يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم والنصيحة مع المستشير والإصلاح بين الناس، هذا كل جهاد باللسان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لازم تعب لسانك وتحكي حتى تصلح بين هالفريقين، بين هالشخصين، مو زعلوا وزعلوا بجهنم أنا شو خصني. والله يجوز لك أشياء اللي ما تجوز، يجوز لك إياها في الإصلاح، مثل الكذب. الكذب هذا العمل الحرام، لكن في مقام الإصلاح يجوز. وإذا توقف الإصلاح على الكذب فيجب أن تكذب حتى تصلح بينهما. والنصح مع المستشير، واحد يستشيرك، أريد أعمل الشغلة الفلانية، شنو رأيك؟ لازم تعطيه ما تراه صالحا وترشده إلى الطريق الصالح بكل ما تتمكن عليه، لا تضم عليه شيء، وخاصة بالنسبة إلى الزواج. إذا واحد إجاك واستشارك أنه أنا أريد أخطب فلانة بنت فلان، فلازم تعطيه المعلومات الحقيقية عن هالبنت هذه، لا تقول أنا شو خصني، أو لا تقول ليش أخرب نصيب، أو لا تقول مثلا أنا لا. هنا لازم أن تعطي المعلومات التي تعرفها، لأن هذه حياة زوجية، هذه شراكة عمر. فإذا كانت هالبنت مو صالحة لهالشاب هذا، وهالشاب ما يدري، بعدين شو يصير؟ بعدين يصير خراب البيت، بعدين يصير تشرد الأولاد. وانت المسؤول، لان اجا سألك وانت تدري وما اخبرته. والأمر بالمعروف، طبعا هذا تعرفه، المعروف هو كل حق وكل صحيح. إذا شفت واحد خالفه لازم تأمره بالمعروف، والنهي عن المنكر كل شيء مخالف للحق. إذا شفت واحد ارتكبه لازم تمنع منه، بس بشرط واحد، أن يكون أنت اللي تأمر بالمعروف، لازم تعرف المعروف. أنت اللي تنهى عن المنكر لازم تعرف المنكر. أما واحد جاهل أمي عامي ما يعرف شيء عن الدين ويريد يأمر غيره بالدين، هذا يفسد أكثر مما يصلح. لعله يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، ويحلل ما حرمه الله ويحرم ما أحله الله، وهذه جريمة كبرى. وكثير من الناس يجون يسألون عن بعض أشياء، صحيح هذا ما يجوز؟ من قالكم ما يجوز؟ قالوا فلان وفلان وفلان قالوا هذا ما يجوز. وهذا فالدين جديد عندهم. مثل صدق الإبرة تفطر، قطرة تفطر.
يؤان رجل جرحت مثلا افطرت انا، يو خليت افرض مثلا مرهم على الجرح يفطر؟ لا ما يفطر. قال له انا يفطر. وخاصة عند النسوان، خاصة عند النسوان، يعني كل مرة هي تعتبر نفسها مجتهدة تفتي فتاوى. الأمر بالمعروف لازم يكون عارف عالم، يتعلم أول بعدين يعلم غيره. أما يريد يعلم بدون أن يتعلم هو، هذا ما يصير. وإذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه في عصره يقول: وأنا أحق من غير، بعد ما عدد المنكرات المنتشرة في ذاك العصر يقول: وأنا أحق من غير. ليش أحق من غير وأحق من له سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأنه عالم صلوات الله عليه، لأنه يعرف المنكر ويعرف المعروف، وإذا أمر بالمعروف يأمر عن علم، وإذا نهى عن المنكر ينهى عن علم. أما ذاك المجتمع في ذاك اليوم كله كان جاهل، ما يعرف شيء عن الدين، نسي الدين، الدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت به معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا ضرما. المجتمع كله أصبح ظالم. معنى ظالم يعني ما ملتزم بالنظام بالدين، ما يقف عند حدوده وحقوقه. فكل المجتمع كان ظالم ومظلوم في آن واحد، ظالم لغيره ومظلوم من قبل الغير. فكل المجتمع كان ظالم. ولذا يقول الحسين عليه السلام: الحياة في هكذا مجتمع هذه حياة شاقة، واحد يقوم ويأمر بالمعروف ويصلح ويموت في طريق الإصلاح، هذه هي السعادة. ولذا سار سلام الله عليه في طريق الإصلاح، وما ثنى عزمه أحد أبدا، حتى ذول الأقارب اللي اجوا ينصحوه، لأن الحسين يدري أن ذول ما يفتهمون، ما يعرفون، ما عندهم النظر اللي هو ينظر بيها. ولذا كان يجاملهم ويقولهم: شاء الله أن يراني قتيلا. ولما سألوا: ليش تأخذ العائلة والنساء معك أبا عبد الله؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا. وهذه الإشاعة ظهرت جلية بعد قتل الحسين عليه السلام، حيث ثبت: لولا سبي النساء لضاعت ثورة الحسين عليه السلام. وما كان يعرف بها أحد أبدا، كانوا يضيعوها، لكن ركب الفاطميات والسبايا من بلد إلى بلد، وتلك الخطب وتلك المواقف من زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية وزين العابدين وأمثالهم، هذه اللي نشرت الأنباء وساد الوعي بين الناس، وعرفوا أن وقعت جريمة نكراء وافتضح بنو أمية على أثرها. فزينب فضحت يزيد بن معاوية حيث وقفت في مجلسه وقالت: أمن العدل، أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله، سبايا قد هتكت ستور وأبديت وجوه تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد،
ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، كيف يستبطع في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأبغان؟ ثم كيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء؟ ثم تقول غير مستأثم ولا مستعظم نأهلوا واستحلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله. سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تكون ذلك وقد نكت القرآن؟ ويلي أتمنى يا بن سوفيا يا وان، أتمنى يا بن سوفيا يا وان سبع القنطر موجود وشوفك تحاشيني وتضرب راس اخويا بعود، لكن بطل حين علي ظل على النهار ممدود. ويلي 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 انا من يا ابو فاضل اجيبك، انا من يا ابو فاضل اجيبك ويشوفني حرمه وغريبك. ما اكتفى يزيد بتلك الأعمال دون أن رمى بهم في خربة، لا تكنهم من حر ولا من برد. يقول إمامنا زين العابدين حتى تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس، ولي عقب القهاير للسجن أمر. خويا يا حسين خويا السجين أقشار، خويا ما يمنع من الشمال والحار، ولينا ما من الشمس وجهي يتقشر. هذه نساؤك يا الله. اللهم بجاه محمد وآل محمد نقسم عليك، صل على محمد وآل محمد ووفقنا للعمل بالإسلام يا الله. اللهم أحينا مسلمين مؤمنين وأمتنا مسلمين مؤمنين واحشرنا مسلمين مؤمنين ولا تفرق بيننا وبين الإسلام واجعلنا من أنصار الإسلام. اللهم إنا نرغب إليك في دولة إسلامية كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا الله. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم جميعا، اللهم وفقهم لما يرضيك عنهم. المقيمون لهذا المجلس تقبل عملهم، ارحم أمواتهم، سيما الحاج أحمد بن خميس
والحاج حسين أبو علي ارحمهما برحمتك إلى روحيهما وأرواح المؤمنين وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.